سبحان الله العظيم. قولي بقى، هو انت ما كنتش عاوز تقوم معايا ليه؟ عشان امي وامك ما ياخدوش بالهم، حكم الحريم ما بتفهمش بحاجه الا في الحاجات دي. طب وفيها ايه يعني لما ياخدوا بالهم؟ انت صعبه تقولي فيها ايه كده؟ عارف يا حبشه، انا كل ما بفكر فيك بلاقيك شبه البصلايه. بصلايه؟ ايه التشبيه المجندل ده؟ ليه لما بتشوفيني بتدمع عيني؟ والله ما قصدي، انا قصدي انك رقات فوق بعض، كل ما الواحد يفتكر ان هو فهمك وعرفك يلاقي رق تاني وراق ورا راق لحد ما نوصل لقلب صغنن قد كده. ما تقولي خصايه، ما الخصايه برضك ليها رقات كتير، بدل البصلايه مريحه مصممه. لا يا اخويا، الخصايه مفتوحه تقدر تشوف اللي جواها، انما البصلايه مقفوله على روحها. طب سيبك من سوق العبور ده ويلا بينا. طب والنبي استنى وديني للاسد. اسد؟ ما انا قدامك اهي. انا مبسوط قوي النهارده. اسمعني، عشان شفت يحيى وشيماء. ده يحيى ودي شيماء. بس شيماء كبرت ازاي، كانت صغننه خالص. طيب لا استنى، مبسوط طبعا ان انا شفتك انت كمان واحنا مع بعض. بقول لك انا ما بحبش الكلام ده اول، اذا كنت مفكر ان انا جيت معاك عشان حاجه في دماغك تنسى. يلا بينا نرجع جنبها. استني بس يا حنان، انا ما اقصدش، انا بس ببقى فرحانه ان انا قاعد معاكي، بس انا ماليش صحاب، ما بقاش اتكلم مع اي حد. اي حد؟ لا ما اقصدش، ما اقصدش يا حنان، يا حنان افهميني، بس انا اوقات كتير قوي بحلم بيكي، ببقى عايز اشتكي لك بقى من بابا ومن المدرسين بتوعي ومن مديري في الشغل. ايوه كويس ان انت جبت سيره الشغل، انا الصراحه مش عجباني شغلانتك دي، لازم تشوف شغلانه غير شغلانه التامين. 90 جنيه ما يكفكش مواصلات. طب ما انا لفيت ودورت على شغل كتير، مفيش اعلان شفته ما رحتوش. نيل عليا بانك حافظ مشتاق. يا عم الشغل مال الدنيا، ده حبشه اللي مش متعلم بيشتغل. يا حنان حبشه عافي، يا ريتني كنت زيي، ما كنتش ضيعت عمري كله في التعليم، كنت ضيعته زيه في الشير والحظ. على الاقل كانوا طلعوا لي عضلتين نفعوني. يا عم اشتغل اول، بعد كده بطلع عضلات. ما انا اشتغلت مره في الصيف، ابوها كان مسافر ونزلت مع ناس صحابي، بس اول ما جه من السفر خد مني الفلوس وقال لي انا ما بسافرش اتغرب عشان ابني يشتغل في مصر. طب ادام هو بيخاف عليك قوي كده ما تغيرش معاه ليه؟ ما هو طلع ما بيخافش عليا ولا حاجه، هو كل همه ان انا ما امسكش قرش عشان افضل تحت طوعه. هو انت جايبني هنا عشان تكلمني عن ابوك؟ لا، ولسه هحكي لك عن ماما وعميني. لا كلمني عن ابوك احسن، عمل ايه تاني؟ شربت جرأتك، انت بتتكسفيش. معاك انت بس، معاك انت بس ببقى جريئة قوي، ببقى اقوى من الدنيا دي كلها. بطل عبط، مفيش حد اقوى من الدنيا. عبيط عشان بتحمى فيك من الدنيا؟ عبيط عشان بتحب واحد زيي، واحد اقل منه. ومين قال لك انك اقل منه؟ انت متعلم وانا لا. انت بنت الاستاذ رشدي، وانا ابويا كان راجل غلبان على قد حاله. الاستاذ رشدي لو صرصار ولا رمزي بصوله هيطلع يجري، وانت ضربتهم هما الاثنين. شايف الاسد ده مين؟ الاسد ده اقوى حيوان في الغابه، شايف حاله كيف؟ الناس ما بتبصش زيك، الناس بتبص على الفلوس، الواحد بيسوى على كد من جيبه. يلا بينا.